مجموعة تعرفوا. الثالثة ذهب من البرازيل، الله يرضاها. أستاذ حسين حتى نختصر على مود الوقت والإيقاع، جاهزين شوي احكي لي عن نفسك. حسين بديع، تربية رياضية، طالب آداب ترجمة إنجليزي مستنصرية. نعم كابتن قصي أهلا ومرحبا بك. أريد تتحدث لي باختصار إلى جمهورنا أو جمهورك الواسع. قصي منير عبودي، لاعب منتخب وطني ومدرب حالي لنادي الديوانية العراقي. موفق إن شاء الله. نادي الديوانية. نعم. من هوايات فنية، هوايات فنية عندك شيء؟ والله هوايات فنية يعني لا تقدر تقول هي الرياضة. يعني الرياضة هي ماخذة وقتك. ماخذة وقتنا أكثر شيء. لذلك مهتم بهذا الجانب ومكرس يعني كل شغلك في الرياضة. نعم. إذا أهلا وسهلا كابتن قصي. وأهلا وسهلا بالأستاذ حسين. خلنا نروح على السؤال الثالث ونستمتع به. إيد ورا الظهر، إيد على الجنب. هي هذا سؤال سهل. يا الله مالكم هذا اخويا، يا الله مالكم، مالكم حتى انتم تعرفونه. يلا السؤال هذا الثالث بيه 8 احتمالات. شو يقول؟ يقول اذكر الالعاب والسباقات الرياضيه هي الاعلى من حيث الجوائز عالميا. الاستاذ حسين يلا اذكر الألعاب والسباقات الرياضية هي الأعلى من حيث الجوائز عالمياً. تنس أعلى لعبة برأيي من حيث الجوائز. تنس خلينا نشوف مجموع جوائز التنس. التنس صح، ولكن إجا رابع احتمال. أنا يعني عندي الأول لا هذا احنا مضبطي ويعني مسائلين عندنا وكلش تمام. والكابتن قصي شو يقول؟ سلة، كرة السلة. كرة السلة، لعبة كرة السلة. أجاوبك بعد. قل لا مو هسه، قل لي خطأ. الآن قرر، نروح وياكم نلعب لو نروح ويا المنتخب نلعب. جيبكم يا ها؟ جيبكم يا ناخذه؟ ها؟ ناخذه. يلا تفضل. إذا احنا نروح ويا الإعلام الرياضي. أستاذ حميد. نعم. اذكر الألعاب والسباقات الرياضية هي الأعلى من حيث الجوائز عالميا. الملاكمة؟ نعم. الملاكمة خطأ، آسف. ونشوف الأستاذ رياض. سباق الخيول. هذا سباق أعلان. الخيول أعلان. نشوف أعلان سباق الخيول. صدقة، برافو، زي أيدك يا حسين. ممتاز. طلع والأستاذ عمار لا حد يحكي، حتى كل واحد يعرف سباق السيارات. ها؟ سباق السيارات يا سلام.